راس الزيتون اطلع علشان ايه صحابي بقى يسقفوا لك الصغيرين والكبار. يلا بينا صحابي. يا بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي الاعزاء اهلا وسهلا فيكم. صحابي الاطفال الحلوين اللي هنا عايزك تطمنهم وتقول لهم انهم هيبقوا كويسين جدا وهيخفوا ان شاء الله. هنبقوا شاطرين واقوياء وجمال ونلعب مع بعض كوره وننبسط ونتفسح ونروح لحالات وتيجوا معانا اتوبيس السعاده ان شاء الله. سقفوله. بصوا ده اتوبيس السعاده ده فيه فريق كبير وعظيم بيشتغل علشان يطلع لنا البرنامج بالحلاوه والجمال ده. ما تيجي بقى ندبسهم ونجيبهم يتضرعوا ويشاركونا. اها. طب تبدا بمين؟ ابدا طبعا بالمخرج استاذ احمد الجنايني. عايزين له سقفه وعلى قد ما تسقفوا له هيحط فلوس. افتح عينيك. والله ما هسيبك انت. استاذه هدى رشوان رئيس تحرير اتوبيس السعاده وسقف عظيمه. ناخد بقى طقم الاعداد كله. في فرحة كبيرة جدا يا طريق. يا لك في الطريق. استحالي. هوبا هوبا. لا المنظر يفرح والله. والله المنظر يفرح. حاجة جميلة. هنعد بقى اهو اهو اهو. عاش. ربنا يتقبل منكم. والله العظيم اللي انتم بتعملوه ده يتدرس وهتفضل للناس كده تقول الشباب دول العيله دي اللي انا بتعلم منها كتير. فوق راسي وفوق راس اي حد. وكلنا النهارده كل فريق اتوبيس السعاده فرحان بيكم وبيقول لكم انتوا النهارده احلى حلقه اتعملت في البرنامج. والله العظيم اتوبيس السعاده. عايز بس اللي يسمعوا الارقام ينزلوا بسرعه. 332 212